بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحصة الثالثة من صحيح الاختبار الموحد للثانوية الإعدادية برج الزيتون مراكش، دورة يناير 2019. نمر الآن إلى التمرين الخامس. التمرين الخامس على ثلاثة ديال النقاط في الشكل جانبه A و B و C و M، نقط من الدائرة C مركزها O، حيث قياس الزاوية ACB يساوي 54 درجة، والمسافة AM تساوي المسافة AB. E نقطة تقاطع AC و BM. أولا أحسب قياس الزاويتين AOB و AMB. ثانيا ألف بين أن المثلثين EAM و EBC متشابهان. ب استنتج أن المسافة EA فو المسافة BC يساوي المسافة EB في المسافة AM. ثالثا لتكون H المسقط العمودي للنقطة A على المستقيم BM، بين أن المثلثين AHB و AHM متقايسان. يلا الآن نبدأ عملية التصحيح. لنحسب قياس الزاوية AOB، هي هذه اللي عندنا في الشكل AOB. يلا كيف سنحصل على قياسها؟ نعم، انظر جيدا إلى الزاويتين ACB و AOB. ماذا يمكن تقول هنا؟ فعلا الزاوية AOB هي زاوية مركزية في الدائرة C، وهي مرتبطة بالزاوية المحيطية ACB. لماذا هي مرتبطة بالزاوية المحيطية ACB؟ صحيح، لأنهما تحصران نفس القوس. نفس القوس هنا هي AB. إذن الزاوية AOB مركزية في الدائرة C، وهي مرتبطة بالزاوية المحيطية ACB لأنهما تحصران نفس القوس AB. إذن هناك علاقة رياضية بينهما. ترى ما هي؟ نعم، قياس الزاوية AOB يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية المرتبطة بها. وما دامت قياس الزاوية ACB هو 54 درجة، إذن قياس الزاوية AOB يساوي ضعف هذا القياس، أي 54 درجة في 2، والذي يساوي 108 درجة. سنكتب ذلك. عندنا AOB زاوية مركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية ACB في الدائرة C، لأنهما تحصران نفس القوس AB. إذن قياس الزاوية AOB يساوي ضعف قياس الزاوية ACB بين قوسين حسب الخاصية. يعني قياس الزاوية AOB يساوي 2 في 54 درجة.
يعني قياس الزاوية A و B يساوي 108 درجة، وهكذا حصلنا على القياس الذي نريد. الآن لنحسب AMB، لنحسب AMB أو قياس الزاوية AMB، سوف نعود مرة أخرى إلى الشكل. يلا، في رأيك كيف سنحصل على قياس الزاوية AMB؟ هذه الزاوية، نعم، انظر إلى الزاويتين AMB و ACB، ماذا يمكن أن تقول عنهما؟ فعلا هما زاويتان محيطيتان في الدائرة C، وتحصران نفس القوس AB، إن كيف ستكونان؟ نعم، إذن هما متقايستان طبقا للخاصية، إذا حصرت زاويتان محيطيتان في دائرة نفس القوس فإنهما متقايستان، وما دام قياس الزاوية ACB يساوي 54 درجة فإن قياس الزاوية AMB بدوره يساوي 54 درجة، متفقين؟ يلا نكتب ذلك. عندنا AMB و ACB زاويتان محيطيتان في الدائرة C، وتحصران نفس القوس AB، إذن هما متقايستان، أنا سأعبر عنها بطريقة رياضية، إذن قياس الزاوية AMB يساوي قياس الزاوية ACB بين قوسين حسب الخاصية، يعني قياس الزاوية AMB يساوي، ثم أعوض ACB بقيمتها اللي هي 54 درجة. الآن نمشي للسؤال الموالي. ثانيا، بين أن المثلثين EAM و EBC متشابهان. ثانيا، ألف، لنبين أن EAM و EBC متشابهان، مثلثين إذا شئت، مثلثين متشابهان. يلا سوف نركز عليهما في الشكل. ها هو الشكل أمامنا، لونت المثلث EAM بلون أخضر ولونت المثلث EBC بلون أحمر ليكون التركيز فقط على هذين المثلثين. انظر إلى هذه الزاوية وهذه الزاوية، كيف هما؟ نعم، هما زاويتان متقابلتان بالرأس، أقصد بذلك الزاوية BEC والزاوية MEA، إذن عندنا زاويتان متقابلتان بالرأس، ماذا تقول الخاصية هنا؟ نعم، فعلا هما زاويتان متقايستان، إذا كان لدينا زاويتان متقابلتان بالرأس فإنهما متقايستان، إذا نقدر نضيف هنا علامة التقايس، أنا غادي نوضعها بشي لون مزيان، إذا هذه الزاويتين متقايستين أليس كذلك؟ نعم، انظر معي إلى الزاوية AMB و ACB، ماذا قلنا عنهما سابقا؟ نعم، هما زاويتان محيطتان في الدائرة C وتحصران نفس القوس AB، إذن هما متقايستان، برهنا على ذلك قبل قليل، إذن هذه الزاوية هذه ما هذه متقايستان،
غادي نبدل علامات التقايس هكذا. نعم، إذا الزاوية B C A أو A C B والزاوية A M B متقايستان. انظر إلى النقطة E تنتمي إلى نصف المستقيم C A، إذا الزاوية A C B هي نفس الزاوية E C B. وانظر مرة أخرى إلى النقطة E تنتمي إلى نصف المستقيم M B. إذا إذا قلت الزاوية A M B بحال قلت الزاوية A M E. إذا بالنسبة للمثلثين E A M و E B C هناك زاويتين في المثلث E A M تقيسان على التوالي زاويتين في المثلث E B C، وعليه فإنهما ماذا؟ نعم، وعليه فإنهما مثلثين متشابهان طبقا للخاصية. إذا قايست زاويتان في مثلث على التوالي زاويتين في مثلث آخر فإنهما متشابهان. أعيد، إذا قايست زاويتان في مثلث على التوالي زاويتين في مثلث آخر فإنهما متشابهان. واضح؟ يلا نكتب الآن البرهان. عندنا B E C و A E M زاويتان متقابلتان بالرأس. إذن قياس الزاوية BEC يساوي قياس الزاوية AEM حسب الخاصية. ولدينا أو نعلم من الأحسن ونعلم أن قياس الزاوية ACB يساوي قياس الزاوية AMB، وحيث أن النقطة E تنتمي إلى المستقيم نصف المستقيم CA و E أيضا تنتمي إلى نصف المستقيم MB، فإن قياس الزاوية ACB يساوي قياس الزاوية ECB. لأن الزاوية ACB هي نفس الزاوية ECB، وقياس الزاوية AMB يساوي قياس الزاوية AME. علاش؟ لأن الزاوية AMB هي نفس الزاوية AME. انظر إلى الشكل وستتضح لك الأمور جيدا. وعليه فإن قياس الزاوية ECB يساوي قياس الزاوية AME. ونعلم أن قياس الزاوية BEC راه ذكرناها الفوق، راهي مكتوبة، هي هذه اللي عندنا، غادي نعاود نكتبها هنا. ونعلم أن قياس الزاوية BEC يساوي قياس الزاوية AEM. إذن EAM
و اي بي سي مثلثين متشابهان بين قوسين حسب خاصية أو حسب حالة تشابه مثلثين. هذه الخاصية هي إحدى حالات تشابه مثلثين، ما غاش نعطيها الرقم، ما غاش نسميها الحالة الأولى لتشابه مثلثين أو الثانية أو الثالثة، لأن هناك من يسمي الحالة الأولى الحالة الثانية، أو هناك من يسمي الحالة الثانية الحالة الأولى. إذن باش ما يوقعش حتى شي إشكال غادي نقول فقط حسب الخاصية. نواصل. الآن لنستنتج أن المسافة EA فوا BC تساوي EB فوا AM، نكتبها. يلا في رأيك كيف سنستنتج أن EA في BC يساوي EB في AM؟ نعم، سوف نعود إلى السؤال السابق الذي أجبنا عليه. قلنا أن EAM و EBC مثلثين متشابهان. EAM و EBC مثلثين متشابهان، إذن أضلاعهما المتناظرة، أو أطوال أضلاعهما المتناظرة كيف ستكون؟ نعم، ستكون متناسبة طبقا للخاصية. إذا كان لدينا مثلثان متشابهان فإن أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة. كيف سنحصل على هذه الأضلاع المتناظرة؟ انطلاقا من الزوايا، هنا المثلث EAM والمثلث EBC مقدين ومهيئين لهذه العملية. مماثلة زاوية رأسها E أو مناظرة زاوية رأسها E هي زاوية رأسها E في المثلث الثاني، ومناظرة زاوية رأسها A في المثلث الأول هي الزاوية التي رأسها B في المثلث الثاني، ومناظرة الزاوية التي رأسها M في المثلث EAM هي الزاوية التي رأسها C في المثلث EBC. إذا نظرت إلى الشكل سوف تتأكد من هذا الأمر. إذا مناظرة E هي E، مناظرة A هي B، ومناظرة M هي C. إذا مناظر ضلع EA هو ماذا؟ نعم، هو الضلع EB. ومناظر ضلع AM، نعم، هو الضلع BC. إذن يمكننا نقول النسبة EA على EB تساوي AM على BC، تساوي أيضا EM على EC. ثم سنستخرج من ذلك هذه العلاقة الرياضية، سنكتب ذلك. عندنا AEM و BEC مثلثان متشابهان. إذن أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة. يعني كما قلت EA التي نكتب EAM هنا وليس AEM لكي تسهل علي العملية الموالية. EAM أحسن، وهنا نكتب EBC، هذا أفضل باش ما نخطأش في إيجاد الأضلاع المتناظرة وبالتالي النسب. إذن EA على EB يساوي AM على BC يساوي EM على EC. وانا غادي ناخذ فقط هذا الجزء، لانه بكل بساطه هذا الجزء فيه العناصر التي ابحث عنها،
أبحث عن إي آ كاينة هنا، أبحث عن إي بي كاينة هنا، وأبحث عن آ إم كاينة هنا، وكاينة بي سي التي أبحث عنها. متفقين؟ إذن سأخذ فقط إي آ على إي بي تساوي آ إم على بي سي. يعني وهنا غادي نطبقوا خاصية من خاصيات التناسب، جداء طرفي التناسب يساوي جداء وسطي التناسب، بمعنى إي آ في بي سي يساوي إي بي في آ إم. وهكذا حصلنا على النتيجة التي نريد. نمشي للسؤال الأخير ثالثا لنبين أن AHB و AHM مثلثين متقايسان. نعود نرجعوا للشكل ديالنا ونشوفوا واش غادي نعملوا. المثلث A H B هو هذا، والمثلث A H M هو هذا. سنبين بأنهما مثلثين متقايسان. إذن في البداية لاحظ الضلع A B مع الضلع A M كيفهما؟ فعلا متقايسان. ثم كما ترى هنا الضلع A H هو ماذا بالنسبة للمثلثين AHB و AHM؟ نعم هو ضلع مشترك. متفقين؟ إذا نحن وجدنا دروكا ضلعين في المثلثين، ضلعين في المثلث AHB اللذين يقايسان ضلعين في المثلث AHM. بقى ننتبهوا بالبرهان، مثلا أن الضلع BH يقايس الضلع HM. متفقين؟ كيف ترى المثلث ABM؟ فعلا المثلث ABM متساوي الساقين في الرأس A. لماذا؟ نعم لأن المسافة AB تساوي المسافة AM، أو لأن الضلع AB يقايس الضلع AM. وAH يمثل ماذا بالنسبة لهذا المثلث؟ نعم ارتفاع فيه، قيل لنا ذلك في المعطيات. AH هو ارتفاع في هذا المثلث ما دامت H هي المسقط العمودي لA على بM. تبقين؟ وهنا عندنا خاصية حول المثلث المتساوي الساقين. إذا كان لدينا مثلث متساوي الساقين في الرأس A فإن الارتفاع فيه المار من الرأس A هو أيضا ماذا؟ نعم هو واسط الضلع بM، أي واسط القاعدة. عندنا ABM مثلث متساوي الساقين في الرأس A وAH ارتفاع فيه، إذن AH هو واسط القاعدة بM، وما دام واسطها فهو يمر من منتصفها، أليس كذلك؟ بمعنى أن H منتصف بM، وما دامت H منتصف بM فإن المسافة بH تساوي المسافة HM. غادي نرمزوا لها بواحد العلامة. تبقين؟ وأصلا عندنا AB مع AM تقيسين، و AH ضلع مشترك، إذن المثلثان متقايسان طبقا للخاصية التي رأينا في الدرس. إذا قايست أضلاع مثلث على التوالي أضلاع مثلث آخر فإنهما متقايسان. إذا قايست أضلاع مثلث على التوالي أضلاع مثلث آخر فإنهما متقايسان. واضح؟ يلا سنكتب ذلك. نبدأ بالمثلث المتساوي الساقين. عندنا ABM مثلث متساوي الساقين في الرأس A، وAH
المسقط العمودي لأ على بإم. إذن أش ارتفاع فيه، وبالتالي فإن أش واسط القاعدة، واسط القاعدة بإم، واسط القاعدة بإم. وعليه فإن أش منتصف، وعليه فإن أش منتصف بإم. إذن المسافة بأش تساوي المسافة أش إم. ونعلم أن المسافة AB تساوي المسافة AM، و AH ضلع مشترك بين AHB و AHM، بين AHB و AHM. ومن هنا نستنتج أن AHB و AHM مثلثين متقايسان حسب خاصية. أعيد هذه الخاصية: إذا قايست أضلاع مثلث على التوالي أضلاع مثلث آخر فإنهما متقايسان. انتهى تصحيح الاختبار الموحد من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.